نتحول مباشرة إلى كلمة وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والمغرب ومصر. بنفس القيم والمبادئ وبنفس التوجهات البناءة. في الشراكة المغربية الخليجية يقول جلالة الملك ليست وليدة مصالح طرفية أو حسابات عابرة، وإنما تستبد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير ومن تطابق وجهات النظر بخصوص القضايا المشتركة. واليوم هناك مناسبة بعد أن بلغت هذه الشراكة درجة من النضج لتطوير إطارها المؤسساتي وآليات عملها ومحتواها الاستراتيجي، وهو ما أنا يمكن أن نتشاور فيه في هذا اللقاء. إخواني، نعقد هذا الاجتماع في إطار سياق إقليمي خاص يتميز بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وهي مناسبة للتأكيد بالمواقف الثابتة لجلالة الملك رئيس لجنة القدس والداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى إيصال المساعدات إلى ساكنة غزة وإلى إطلاق عملية سياسية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية. كما أن هذا الاجتماع سيكون مناسبة للتباحث حول التهديدات الأخرى التي تجمعنا، سواء منها المرتبطة بالتدخلات في شؤوننا أو تلك المرتبطة بالتهديدات الانفصالية وعلاقتها بالجماعات الإرهابية والإجرامية. أتطلع إلى نقاشات كالعادة إيجابية وبناءة بيننا في إطار هذا الاجتماع، وشكرا لكم مرة أخرى على هذه الدعوة.